بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة صمت وحداد على أرواح شهدائنا العظام، شهداء الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة. اعتذار أول عن اللايف، المفروض كان يكون فوقت من غير الوقت ده، لكن تم تهكير الصفحة. أشكر دكتور راج مسؤول الشبكات في الجامعة، راجل يعني مشكور ومقدر جهده وصحيته من النوم، والدنيا كان عندنا صباح بدري ومشى المكتب وعاد لنا الصفحة. يعني مستحيل إنك يعني تسكت صوت للشعوب السودانية العظيمة، مكان الهكر الخرطوم كان كنا واضح إنه المهكر أجنبي، والزول اللي ادوه الصفحة يعني لسه جاهل في المسائل. تحذير لكل الناس بيتكلموا في الشأن السوداني وضد هؤلاء الخونة إنهم ينتبهوا للصفحات. وشاكر ومقدر لكميات التلفونات والتنبيه، وأول من نبهني هو الأستاذ هيثم عبد الكريم إنه في حاجة نزلت في الصفحة غريبة شوية. عموما مسحنا كل الحاجات دي، وأنا شاكر ومقدر لجهودكم وإحساسكم العظيم. وحقيقي يعني الناس عادة بتديني قيمات من قيمتي، يعني أنا زول بسيط جدا، لكن شاكر ومقدر لهؤلاء الناس، كل الشباب والشابات اللي اتصلوا وتأكدوا مني إنه الصفحة عادت. وشكر أول وآخر لربنا سبحانه وتعالى ولدعمكم اللي هو يعني بيخلينا نقوم نتكلم في شأن السودان. طريقتين للسيطرة على البشر ومن ثم حكمهم. في يعني طرائق كثيرة جدا بتستخدم الناس، وبيستخدم الديكتاتور وبيستخدم الخاين على أساس إنه يسيطر على الشعوب، وده شيء ثابت. وأول هذه الأشياء هو الخوف، واللحظة اللي بتكسر فيها الشعوب الخوف انتهت أيام الديكتاتور وانتهت عهود التسلط على الناس. الحاجة الثانية اللي بتسيطروا بها على الشعوب في الاستراتيجيات السياسية هي يوصل للناس إنهم يكونوا فقدوا الأمل في بلدهم. ركزوا معاي في النقطتين ديل، تخويفك ويفقدك الأمل في إنه ممكن يكون في شراك، ويطرح لك يقول لك الناس العامل وقاعدين ديل والسودانيين ديل وإنتوا ناس كعبين وكلكم إحنا ما بنشتغل لبلدنا وبنمشي نعمل نغسل سحانة هناك ونفعل ونترك وكل القصة دي. ده أدب نفسي خطير جدا في إنه يخوف بالشعوب ويكسرها يفقد الأمل، يوصلوا مرحلة يقولوا إن على أبوكي بلد. ابدا ما ينعل ابوك بلد، بلدنا نحن وبنبنيها وبنصحح كل شيء فيها، وده كله بيتصحح. الدماء دي ما في دم بيروح هدر، وما في دوله دفعت من اجلها الدماء سقطت، ما في ولا ده بيحصل اصلا. فشوف ركز معاي في الموضوع ده، مهم جدا ما تحبط. لجان المغامره نختلف هنا وهناك وما تسمعوا كلامنا وكل حاجه، لكن ما تفتح باب للإحباط ولا تفكر تشيل شنطتك تفوت. ما تفكر طلع الجوازات عشان يخوتها عشان يفوت عشان تمشي انت، ما بتمشي البلد حقتك. الزول بيمشي بخلي حقه، ما بتمشي تخلوا بلدكم انتم ورصفاكم دفعوا الدم. يذكروا العادة كويس، نازل دفعوا الدم، ما تهزر في الموضوع ده ولا تفتح الباب عشان نازل يسيطروا عليك ويحكموه. ودي سياسات معروفة في كل العالم، التخويف والإرهاب، واستخدموا معانا كله. شفت السودانيين الشباب والشابات الأشاوز ديال الرصاص مدورهم في شارع واقفين، ده الشعب انت ما بتخوفه، لكن هو ما بيقف، حيظل يستخدم كل الأسلحة وأول الإرهاب يرهبك، ده السلاح اللي يرهبك بيه ويفقدك الأمل. حاجتين اثنين خلونا نركز فيها مع بعض وما نحبط. البلد دي حقتنا وبنبنيها بنبنيها. شفت الدم البلد ده، الدم ده أساس البلد دي، دم شباب النضر ده أساس البلد دي. طولوا بالكم واصبروا، ما تفتحوا باب للإحباط، ما عندنا إحباط هنا. أي زول محبط يمشي يشوف لبلد تاني،
ما تحبط اصلا، لانه دي بلدك ونحن حتتبني البلد دي حتتبني، شاء الجنجويد ام ابا، شاء رئيس الجنجويد ام ابا، مهما عملوا البلد دي حتوقف وحتتبني. لو وقفت شفت ضدنا كل الدنيا دي، احنا البلد دي بنبنيها وبيبنوها الشباب القاعدين دي، القاعدين جوا دي ما بنبنيها نحن، القاعدين برا دي بيبنوها الناس الشباب القاعدين جوا دي. فما تفتحوا باب الله يرضى عليكم، ما تركعوا، الشعوب السودانيه ما بتركع، نحن ما بنركع، والخونه اللي قاعدين هسي بيتعافين مسرورة دين ما لهم علاقه بينا. العالم كله اكتشف القصه دي وكلها واضحه، بديك لفضايح اليهود حس. اوعك تفقد صغة وما تخاف. ما تفقد صغة ولا تخاف، اولاد المقنع ولاد المقنع ما بيفقدوا صغة في ترابون. ولا تخافوا اصلا ولا بنفقد خوف، لانه لقناهم درس. اللحظه اللي اتكسر فيها حاجز الخوف كسر رئيس المحفل، مشى وجونا هسه الثانيين دين، انتوا ذاتكم تمشوا، صبر لي. التعليم الناس وقفوا ضده، ما وقفت ضده انت في السودان. العالم ده كله وقف ضد انك انت تتعلم وتتطور، حتى وده كله حاصل في القاره الافريقيه دي كلها. وده الكونفرنس الفات هسه قبل اسبوع، الناس كانت قاعده فيه كنا قاعدين فيه، ويعني اتمنى ان نكون شرفنا السودانيين، كنا قاعدين فيه في المؤتمر ده، والقصه دي هي تآمر غربي على مستوى التعليم في القاره الافريقيه عشان تبقى هي مخزون، لما الاشياء تنضب هناك يجوك هنا. والناس ده كلهم كسرونا نحن في التعليم، عشان انت ما بتقدر تحكم شعب متعلم. شعب متعلم ما بتقدر تحكمه انت، شعب واعي ما بتقدر تحكمه انت، شعب متطور انت ما بتقدر تقعد في راسه دكتاتور. ما بينفع ده. لذلك المسألة دي هي مسألة مؤسسة ومسألة مرتب لها ومسألة ما سهلة، لكن الشعوب السودانية وعت للمسألة دي كلها وأدركتها تماما وعرفت إنه التآمر ما تآمر داخلي بس، التآمر هاي بين جلدتنا بناس يعتبروا مننا نحن، وفي شيء كادي وفي شيء نيجيري وفي شيء كله، لكن في نهاية الأمر إحنا أدركنا إنه المسألة دي الشعوب السودانية أدركت. وده الباب اللي كنا بنتكلم فيه من 5-6 سنوات، إنه نحن لازم نوعى، احنا كشعوب لازم نوعى، نعرف احنا الحاصل علينا شنو والبين والعلينا شنو. اذا فهمنا الصوره دي كلها، وهفتكر ان الشعوب السودانيه ادركت الموضوع ده كله، بدت فتره حاجه صغيره جدا صغيره جدا داخليه، انا افتكر انها بس موافقات بين اللجان في بحري واللجان في خرطوم واللجان في بري واللجان في اويد واللجان في كسله واللجان في الفاجر واللجان في حلفه واللجان في ابي حمد واللجان في كله، بس شويه تنسيق، تنسيق صغير ده الفاضل لنا، لكن احنا في من القصه كلها، في من اللعبه كلها، يعني ما داري ان اليهود يجي يتبجحوا ويضحكوا علينا. ليه احنا ابوابنا مفتوحه ومستباحه؟ ليه؟ ليه البلد كله مفتوح ومستباح؟ ليه قرارات احنا بنتخذوها اخرين؟ ليه كل شان حقنا احنا كسودانيين بنتخذوها اخرين؟ بيكون في 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 مواقع في في احياء تل ابيب. قرارات تتخذ في فنادق في تل ابيب. وقرارات تتخذ في مصر وفي الامارات بغاف الطيور، يعلم الله بعظمه الشعوب السودانيه وعظمه بلدهم وعظمه موارده، نازل كلهم بغاف طيور بالنسبه لنا، كلهم بغاف طيور. ليه استباحت البلد؟ ليه تمت الاستباحه دي فيها في الوقت ده تحديدا؟ تمت الاستباحه لانه عندنا خونه قاتلين السودان لابسين درع ودارين يمشوا يبيعوا الدرجه ودارين يبيعوا لاي زول في اي مكان. يهود ده السبب اللي خلانا نحن نصل المرحلة دي. وما عدم وعي من الشعوب السودانية. ما عدم وعي، وعدم إدارة الصراع بالطريقة المفروض نديرها بها. أنا لما كلمتكم الأسبوع اللي فات قلت لكم الناس تمرق مليونير اللي بتاعت يوم 30 دي، اليوم ده كنا نعلن إحنا رئيس وزرائنا شكل حكومتنا. نعلن رئيس وزرائنا نحميه وقول له شكل حكومتك. اختار وشكل حكومتك، الباب مفتوح. احنا بنضيف في المربع ده وبنبني بلدنا بالطريقه دي، لكن انا ما داري اخلط النقاط بس، ومؤكد ومثبت النقطه دي للمره الثانيه، انه المليونيه الجايه بتاعتك بحساباتك دي في كل السودان الناس تطلع وتجيف، سموا رئيس وزراء يشكلوا حكومته، ما تكونوا رد فعل. شعب عظيم ركع العالم كله، اديك حس انا اشرح لك العالم واقف وين منك هسه من عظمتك. ما قلت معرفة مننا بالسياسة ولا قلت ريادة مننا، ما في عندنا الحاجات دي كلها. أعلن رئيس وزراء، أي مليونية جاية مملوكة
أعلن رئيس وزراء ولن تندم. أعين سمي رئيس وزراء. أنت أنتم الشباب دي تسموا رئيس وزراء منكم، كان ذاك عظيم ولا شاب عظيم؟ العالم بيجيب معاك لأنه حس الكلام ده حقك أنت، الكلام ما حق رئيس الجنجبيل خانة. شوف الوساطات دي كلها ما لا ندخل في بابها كثير. الوساطات دي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن مداخل وحسابات بتاعت مصالح، ما عندهم معاك أي علاقة ولا عندهم قضية بيننا نحن. وساطات شغالة وكتل شغال في شباب، دي ما وساطة، دي ما وساطة، ما في وساطة أصلا بتتقال والرصاص مدور. فهمنا وبنفهم في السياسة وبنفهم في الحروب وإدارتها والمصالحات وكل المسألة دي. إذا أنت عندك مصالحة بين 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 طرفين متقاتلات، خليك احنا مدنيين بيملوا فينا الرصاص النازل، ما في معادلة هنا أصلا. لكن قول في جيوش اثنين متحاربة عندها مشكلة، أول القرارات في التاريخ السياسي كله يحصل وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار، ما في وقف إطلاق نار، ما في كلام. ما الترابيزة بتجي لما البندقية تسكت، لكن أنت مصير تبتل ومصير تفاوض. بتفاوض منو أنت؟ بتفاوض منو أنت؟ إحنا الشارع، بتفاوض منو أنت؟ كل التفاوضات وكل الحركات المدورة دي ده شغل بتاع مصالح بتاع الدول. وشوف المصريين قاعدين في حلايب، مش كده؟ قاعدين في حلايب ومصرين إصرار شديد إنه الدولة دي يحكمها عسكري. ده ما بتم، ده ما بتم. إحنا ما بنشبهكم يا أخي، يا أخي الكلام ده قلناه آلاف المرات. نحن المصريين ما بنشبهكم نحن، ولا بنشبه الإماراتيين، ولا بنشبه أي زول. إحنا بنشبه روحنا بس، وناس مختلفين في كل الأشياء. والبلد دي ثاني ما بيحكمها ديكتاتور. جيب سلاحك، جيب عدتك، دي كلها جيب الدنيا دي كلها، ما بيحكمها ديكتاتور أصلا. ويا سيسي حقه تنتبه تشوف قضاياك الداخلية انت، شوف قضيتك هناك. والمصريين الضعاف ديل خلونا يتفرجوا لك ويبركوا لك، لكن احنا دي ما بتحصل عندنا. احنا ما بنتكسر، شعوب عظيمة جدا. المصريين كلهم قاعدين مضحكة ومهزلة، بلد فيها أكثر من 70 مليون، يحكمون زول واحد ومعفصهم كمان، والسجون يسجنون يزلوا فيهم ويغطشوا فيهم زين زين. شعوب ما عندها كرامة من الآخر كده، قد تشبهونا نحن. فبالله عليك الله زحمنا القصه دي، ونحن علاقاتنا مع مصر دي اكيد لك الكلام ده. شوف علاقاتنا مع مصر وعلاقاتنا مع الصين وعلاقاتنا مع روسيا، ده دوله عظيمه بتقعد مع العشرين قريب. علاقاتنا معاكم بتحدد الشعوب السودانيه ثاني، كان عندكم موطئ قدم هنا وما عندكم موطئ قدم. والسودانيين اللي قاعدين عندك في مصر دي لو قاعدين في الامارات او اي شيء بلدهم مستقيم، هو بتشوفهم ثاني. تتمنى ثاني مطار يجي فيه السوداني ترانزيت، تتمنى. شوف كلامي ده وتفتكر ونسى، لكن على القسم احنا حنقعد مع الناس ال 20 ديل. بيجي اليوم اللي حنقعد مع الناس ال 20 ديل، الاشاوس ديل بيقعدوا مع ال 20 الغيمه. عندنا ما عند بلد ثاني يا اخي، لكن عندنا كمان ما عند بلد ثاني من الباب الثاني ناس خونوا بيخونوا بلدهم ما في، وديل احنا بنقطع عليهم في راسهم. وبتاع الجنجبيل ده ما بتلقاه، مش تهكر الصفحه، تهكر الدنيا كلها، ما بدها تلقاه في البلد دي، ما بدها تحكمه. تعال نوريك عربي ما بتعرف تكتب، اسمك الجنجبيل زاد ما بتعرف تكتبه. تهكروا صفحات، تهكروا لك الروس عشان تجي. نحن عارفين الهكر الصفحة من وين والتفاصيل قاعدة في الخرطوم، والفاجنا والتيم اللي جبته بتاع الروس القاعد ده، الشفرات الدكتور قال فيري سوفيستيكيتد، دي كلمته اللي استخدمها. التهكير ده كان متقدم جدا، بأداة متقدمة. قال لي ده ما شغل بالواضح كده، ده ما شغل بتاع فرد، ولا ده شغل بتاع مجموعة هاوية، ده شغل منظم. وممكن نكشف التفاصيل دي نحن كمان. ما تتفاصحوا علينا وتتفاصحوا على الشعوب السودانية. انت رئيس الجنجويل، ومهما طال الزمن ستظل رئيس الجنجويل حيا او ميت. جنبك هسي اسيوبيا دي مدورة في حديث الوساطات. اثيوبيا طلبت مننا وساطة؟ ما طلبوا مننا وساطة، لانه بيفهموا يعني شنو وساطه. وساطه داخليه معناها خيانات داخليه، وساطه خارجيه معناها خيانات خارجيه. انتهى الموضوع. دوله اجنبيه، ده الجيش السوداني، الدول الاجنبيه تكلمك تقول لك ما تقتل شعبك، دي اكثر حاجه انا المتني في كل التعليقات وفي كل الاحاديث العالميه في الصحف وفي القنوات العالميه. يا برهان بتاع جنجبيل ده شادي انا في حساباتي، ما في اي كلام، وده الغرب قال كده.
دول النبي يتكلم ويقول لك ما تقتل اولادك، دي بس زي زول بيقول لك يا زول ما تقتل اطفالك في البيت. انت بتمشي وتقعد وتنوم كيف ترتاح؟ العالم بيقول لك ما تقتل الاولاد. ما تقتل شعبك بالبندقيه اللي اشتراها لك هو ذاته، بالرصاص اللي دفعت ثمنه هو ذاته بعد جبينه. فهمت انه نحن ما بنحترمك ليه؟ فهمت؟ وفهمت انه الجيش ده نحن منتظرين نسمع منه ما سمعنا حاجه؟ فهمتوا ما بنحترمكم ليه؟ في محل زي ده العالم يطلب منك يا اخي ما تقتل ناسك. مبعوث اجنبي يطلب من الدول من الدوله انها توقف انقلاب الرهائن ويكتبوا بيانات ويتكلموا بشاننا ونحن قاعدين شارعنا مليان يدرس في العالم ده كله. العالم كله هسي راكع ومحترمك عشان الشارع ده. شفت شارعنا ده يا هدى بس اللعبه دي خطره في الجنجويد يا اخوانا، ركزوا معي كويس. اي انتظار واي لحظات في انك ما تشكل حكومتك تعين رئيس وزراء، عين رئيس وزراء اولا بعد ذاك المساله بتترتب، بعد ذاك المساله بتترتب. جيب رئيس وزراء بتاعك، اختاره من عندك رئيس وزراء قوي، احنا بندعمه لك. الدنيا دي كلها بتدعمه لك ويعرف كيف كويس. ما تلخبطوا الاوراق يا هادي السياسه، يا هادي السياسه لو دارت تدير السودان ده بتديره بالطريقه دي، ما بتنتظر البرهان يشكل حكومه. بعدين تفاوت، تفاوت في منو؟ تفاوت في رهائن؟ عندهم رهينه. تفاوت رهينه كيف يعني؟ زول مسجون تفاوضه كيف؟ ما عنده اي حاجه، زول قاعد مرمي في سجن، مرمي في بيته، مرمي في اي حاجه، قاعد ما عنده حاجه. ده كيف وريني ده يعني بتحاور كيف؟ تحاورني كيف؟ والغاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تغرق. بس يعني ربي تديها ارمي في البحر واقول لك ما تغرق، هسك ما تغرق الليل. عوم. اخوانا ما في منطق في اللي بيحصل في السودان، ما في منطق ولا في شيء عقلاني اللي بيحصل ده اصلا. لجان المغامرة شارع السوداني، سموا رئيس وزراءكم الله يرضى عليكم. ما الزمن ده بضيع، اي لحظه بتضيع علينا بندفع ثمنها، بيدفع ثمن الشعب السوداني ده واجاله ومستقبلهم كلهم. السياسيين السودانيين كلهم، العسكريين منهم، المتلببين السياسه والسياسيين الاخرين، ما في احترام للشعوب دي كلها، ما في احترام للشعوب دي. الشعوب دي محتاجه تستلم المعلومه، ما في احترام لها. اي سياسي ما بملك شعب المعلومه ده زول ما بيحترمون، ولا بيعرف سياسه ولا يفهم في سياسه ولا بيلزمنا اصلا. المعلومات كلها جيبها لنا اسرائيل يا اخي، يا اخي نحن بقينا من اكثر الناس الحاضرين في 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 القنوات والصحف الاسرائيليه يا اخي. ما ممكن ده، ما ممكن ده اصلا ما بينفع. يعني حس الشعوب السودانية المفروض بالاحداث دي تقيم في شارع ثاني، ما ترجع ذات اي محل ثاني. لانه انت بقيت بلدك بديروها في 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 حياة الامين. والاسرائيليين بيقولوها بكل بجح وقله ادب وعدم احترام للشعوب السودانيه انه يا اخي احنا بندعم العسكريين، المدنيين ما دارين التطبيع. المدنيين ديل السودان، المدنيين ديل السودان اللي بيقرروا في شانه. لانه الناس زي مركزين تركيز شديد جدا يا اخواننا. انت تكلمت انا قبل كده في انه الديمقراطيه دي محاربه ليه؟ الديمقراطية ضد المصالح تحت النازلة، الديمقراطية بتجيب البرلمان، الديمقراطية بتجيب الكنداكات والشباب دين في البرلمان. لما تجي تقول لهم الامارات دايرة تجي تعمل لها مكتب عسكري في خرطوم يكسروا لهم راسهم. البرلمانات بترفض ادب التطبيع ده. انت يا اسرائيل لو انتم بتفهموا سياسة فعلا بمراكزكم الملايين، مركز دي وامنكم وكل الدنيا دي واستخباراتكم وكل الحاجات اللي انتوا لو بتفهموا سياسة كنتوا فهمتوا الشعوب السودانية دي أصلها شعوب ديمقراطية. مهما تكسرت ومهما ما بيحكموا الناس دين. أحسن ترمي خطك معاهم، إحنا ما ضد التطبيع معاك، أفهم الفكرة كويس، إحنا ما ضد التطبيع معاك، لكن ما بيطبعوا أفراد. بيطبع برلمان وتطبع الشعوب السودانية بعد ما تجيز دستورة عشان تحدد يتعامل معاك كيف ده. التعامل السياسي المحكم. انت تكون عندك ديمقراطيه هناك وخدت لك عرف في الكنيسه وما تكون احنا عندنا ديمقراطيه في السودان؟ شعبي اصيل وعرق منك وعرق من كل الشعوب اللي حولنا دي.
ارتكبت خطأ سياسي خطير جدا، وأنا بذكركم ليكم لليهود ديل وللتاريخ السياسي. خطأك الاستراتيجي اللي ارتكبته إنك عاديت الشعوب السودانية، عاديت الشعوب السودانية وضميت على من يكون عندها برلمان، لكن بيكون في برلمان. كلامكم واضح في انكم انتم ما دارين برلمان. ليه؟ لانه المدنيين قال ما دارين التطبيق، ما في مدني عنده كلام ولا في عسكري عنده كلام. بتقول الشعوب السودانيه دي كلمتها لما يكون عندها برلمان، ولو طبعوا معاك الليله، شفت الليله؟ طبعوا معاك وجبت سفاره في وسط خرطوم. في وسط خرطوم جبت سفارتك وعملت مشاريعك واي شيء، الدوله دي بتقوم والسفاره تتكسر لك في راسك. بلاش فصاحه وقله ادب. دارين احنا دارين نعمل معاكم علاقه بنعملها نحن كشعوب سودانيه عبر حكومه منتخبه. اي حاجه تتعمل هسه افتكرها ملغيه من الان. وثبت لك انه احنا ما عندنا مشكله مع الشعوب، احنا لما اتكلمنا في بادئ الثوره هذه قلنا نحن شعب محترم جدا يحترم من يحترمه وبنتعامل معاك بالند، ما في زول بيتعامل معنا بالند، احنا ما عندنا معاه علاقه. على الاطلاق علاقاتنا الدبلوماسيه دي بنقعدها عجين بنخدها عجين لما الدوله دي تجيب على حيلها، بيكون عندها برلمان. بعدين احنا بنقول اطرح فكرتك، دار تعمل معنا علاقات، ممتاز جدا. بنقيس احنا العلاقات دي بقياس الذهب، بنشوف مصلحتنا احنا فيها كسودانيين شنو. عندنا مصلحه نطبع معاك ولا ما عندنا؟ عندنا مصلحه نعاليك ولا ما عندنا؟ احنا المساله دي بنحسبها بتحسيب الشعوب السودانيه دي، وعارفين انك احنا واقف ضد البرلمان، ودار وبيض هذا يعني ابشع الصور القدمة للشعوب السودانيه في تاريخ السياسي كله، المرانه ورئيس الجنجبيل. خونه تمشي عشان تسلك، ما تشوف اذا وقفت معك اسرائيل ولا وقفت معك امريكا ولا وقفت معك القرن كله. البلد دي ما بتحكمها انتوا، ما بتحكمها لانه الشعوب السودانيه قالت كده، ما لانه اي سبب ثاني. الناس اللي بتتكلم عن في تغييب المعلومه ذاتها مؤامره. اذا السياسي مدني ولا سياسي عسكري، تغييب المعلومه عن الشعوب السودانيه من حقها تعريفها دي مؤامرة على الشعوب السودانية وخيانة عظمى برضه، لو الناس بتفهم في السياسة جيد. الناس اللي بتتكلم عن خفض التصعيد، في ناس في أصوات باهتة بتتكلم عن خفض التصعيد، لا 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 ما نصعد معاهم، ما نصعد، ما هي الفكرة الأساسية كي إذا أنت ما صعدت يبقى هم رهبوك وأخدعوك، زي ما قلت لك في النقطة الأولى في هذا اللقاء. إن واحدة من أدوات إخداع الشعوب هي الإرهاب والتخويف. ومن ثم في فقدان الامل للاجيال البسيطه. دي سياسه. فشوف احنا وصلنا للمرحله دي، نرجع؟ احنا ثاني ما عندنا رجعه. واقسم بالله اذا رجعنا من موقفنا اللي احنا فيه ده، البلد دي ما بتقدر نقول لها ثاني. يديروها اليهود زي ما الهاكر بتاع رئيس الجنجويد والجنجويد والروس اسبابنا قعدوا في صفحتي وقالوا هم استلموها وانا في قبضتهم وكلام زي ده، وانا ثاني ما بعمل لايف في حياتي ولا بعمل لقاء. ياهو نفس الاسلوب ونفس الطريق، الناس اللي حيعملوا الحاجه دي طبقوها فينا. اذا رجعنا غير انمو صدقني رفعنا طوب الترس واحد يا حبيبي لسه. انتبه ما تسمح كلام زول يقول لك لا ما تصعد وما بتاع، الاولاد اتدفعوا قدام دين. خلاص نرجع يعني؟ شوف اسمح تقول كلام عاقل ولا ما تتكلم اصلا؟ احنا اختيار اما ان نهزم الخونه او يهزمون ويهزموا هذا الوطن. ركزوا معي، احنا هسه في معركه بتاعت بلد، مش في معركه بتاعت جنجويد داير يحكم ولا احلام زنوط، ما في. احنا في مساله كبيره جدا. والله اذا وافقنا ونزلنا يعني التصعيد وقفناه او نقصنا وتيرته، والله كلنا ندفع البيل دي. السودانيين في اي موقع يموتوا ولا نجيب ولا قطره دم راجع. تابعوا معاي، تصعيدا احنا في ما بينزل، ترفع لفوق بس، ترفع لفوق لانه ده جاب درك عليك الكون كله، موقفك درك عليك الكون كله، والبيانات الصدرت دي كلها صدرت ما لانه الناس اللي بيحبوا الديمقراطيه ولا بيحبوا لنا نحن نكون شعب مرفه بحاجاتنا، ما دارين من حاجه زول يا اخي، ما دارين اي شيء من اي حاجه من اي زول، احنا بمواردنا دي نحن بنعيش شعب مرفه، ونقعد قلت لك مع ال 20 امسكوا الله يقبل التاريخ. نقعد في قمه ال 20 دي نحن في غضون 3 سنين، اذا امرنا استغامنا والنهي وقف. والخاين بتاع الجنجويد رئيس الجنجويد وقف في محكمه اتشنق وضرب رصاص، وزعته مع عسكري اصلا طبعا.
اي زول يقول لك ما تصعد، زول داير يخوفك وزول خاين داير تفقد بلدك، لانه زمان احنا ما عندنا حاجه غير التصعيد، ما عندنا حاجه غير التصعيد. التصعيد السلمي، التصعيد السلمي مستحيل الشعوب السودانيه العظيمه دي ترتد اصلا مهما يحصل. يفيك ديل يمسكهم رهاين، يفيكهم في الوقت المناسب، في كلنا حمدوك في الوقت المناسب، يمسك حمدوك في الوقت المناسب. المسألة دي ومسألة الوساطات والحوارات والتقسيمات، المسألة دي تجاوزت الشعوب السودانية، صدقوني انتوا المرحلة دي تجاوزتوها، يبقى الرجعة تاني ما بتنفع، ما في زول بيرجع تاني. إذا رجعنا معناته انتهينا وسلمنا البلد في طبق من ذهب لمسجد جويد، وحيتحول مملكة زي ما قال له بتاع الإمارات. فلا تصير الدقلو في السودان، تصير الدقلو والعبيد يضحك. فخلونا في تصعيدنا ونحن ماشيين عالي تحت، ما في ماشيين عالي بعدها واعلى زياده. واي تاني سوداني في المرقه جاهز لنا النادي تمره، والشباب الثلاثه المحاور الرئيسيه دي زي ما قلت لكم يتصلوا بكل المدن واتفقوا لكم على زول ثوري، ثوري خلونا من اي علوم، زول ثوري وطني صادق وتمجنع على بتمجنع صادقه بتؤمن بالتراب ده وروح طوالي للوطن زي ما الشباب دي دفعوا الروح. زول زي ده بس يكفينا. ما العلوم، العلوم السودانيين من الاخر كده من غير تكبر، العلوم السودانيين ومربع بس دايرين الحاجه دي تقعد كويس، الحاجه دي تترتب كويس وامكانياتنا عندنا غزاره في الانتاج، يعلم الله عندنا غزاره في الانتاج في كل معارف الدنيا. يا اخي ندرس الناس احنا البوليتيك ما بتغلبنا، بلدنا ما بتغلبنا، نخدها لها ورقه ونخدها في محلتها، بس دايرين الزول الرشيد اللي يجي في قدام الناس، زول رشيد او كنداك عظيمه تجيب قدام الناس للقياده. وبعدك البلد بتدار هكذا، شفت لك رئيس الرؤساء اللي كلهم بيعرفوا سياسه؟ ما بالضروره، ما بالضروره يعرفوا سياسه اصلا. لكن التيم اللي تحت بيبني الحاجات يكونوا بيعرفوا الحاجات، لانه الرئيس ممكن يكتبوا لي الخطاب او يكلموا يقول شنو فيها حاجه. ده قدموا لكم كنداك عظيمه ولا واحد من الفرسان العظماء؟ عندنا مشكلة في عمر ولا عندنا مشكلة في أي شيء، قدموا زول عظيم بيؤمن بالوطن ده، بيحترم الشعوب السودانية دي كبيرة وصغيرة، وبيحترم نفسه وزول الناس ولا كنداك للناس. شوف مجلس الأمن والمجتمع الدولي والكلام، شوف الناس دي بتركعهم أنت، ما تعتمد عليهم، ما تعتمد عليهم، احنا ما عندنا أي اعتماد على أي زول، احنا بنقلع شوكنا برانا. السودانيين ديل احنا بنركع الناس، الناس بيركعوا العالم ده بيركع للشعوب السودانيه وكنت بقول كلامه، لانه نحن اصحاب الكلام واحنا اصحاب الحق. وشوف الشعوب العالم دي كلها، شعوب العالم دي كلها التقينا مع قاده بتاعين سياسات وقاده بتاعين مصون وقاده فاهمين القصه وقاده اقتصاديين في العالم ومحللين اقتصاديين في العالم. تقول انه الدوله السودانيه دي، انا لما قلت لك بيقعد مع ال 20 ما قلت لك ساكت تكبر، انا قلت لك بحديث بتاع خبراء وبروفيسورات وعالمين في شان السياسه وعالمين في شان الامكانيات. والدوله دي بتقود الغاره الافريقيه، الدوله دي بتقود الغاره الافريقيه ما في كلام، وبتقعد انت اول زول حتقعد في مجلس الامن ده في مقعد دائم، واول زول حتقعد في ال 20 دين. مسالتك فارغ الزمن، فارغ زمن بس، وتركيز وايمان وتصعيد الدم ما ينزل. اسمعوا كلامي ده كويس، تصعيد الدم ما ينزل بل يزيد في كل العالم يزيد. مجلس الامن كان وين من قتل الناس في دارفور؟ يا مسرحية البشير دي والمحكمة الدولية؟ مجلس الامن كان وين من فضل الاحتصام؟ مجلس الامن كان وين امس من النيران والمفيد؟ مجلس الامن الان وين قاعد؟ من البدو في الخرطوم ده، والامم المتحدة كلها قاعدة في الخرطوم. كلها الامم المتحدة قاعدة في الخرطوم. والامن كله قاعد في الخرطوم. كنتم وين؟ وين كنتم وقت بيموا في اولادنا ده الرصاص؟ جنب قبة البرلمان، كنت وين؟ وقبة البرلمان دي رمز الديمقراطية. كنتم وين؟ كنتوا بعدين بتدوركم دول وبتدورها مصالحها وبتدور جوا الكلام ده على البلاطة كده. اعتصام اتفضل بفضيحة عالمية، كنتم وين؟ وين لما دقينا ابوابكم فين وتتشكل لجنة عالمية؟ قعدتوا تجرجروا لاحسن الناس تمشي في مصالحات وتحل قضايا داخليا. ما تتحل داخليا، فضل الاعتصام ده لازم تتشكل دولة لنا. دولية. واحترم بها الغرب كله، انهم الجنجويد انهم ده كلام الغربيين. اهم شيء بتاع الجنجويد ودي لهم 2 طن بتاع الذهب خلوهم يسكتوا.
حتى البلد كلها. ثوار شباب عزل، الدول دي كلها هسي طرعة في الشباب وتفتح لهم الباب عشان يقودوا الدولة للمستقبل، انت تدون الرصاص؟ الحاجة اللي حصلت دي في العالم ده كله افهموها كويس جدا، انا زول مراقب دقيق جدا للاحداث دي. اللي بيحصل ده حصل بالضغط الشعبي. لولا موقف الشعوب السودانية دي ما كان في اي حاجة بتحصل، كان الشعوب كلها حتقبل، والسعودية والسعوديين ده الركون هم والاماراتيين مضوم على البيان. مضون هم بيعرفوا كمان مضون على البيان، بس امضى البيان ده وادينوا المساله دي. ده كيف تم؟ ده تم بالضغط، ده تم بالضغط بتاع الشعوب السودانيه وعظمتها. احنا ما دارين حاجه من زول، والعالم ده كله عارف احنا ما محتاجين لحاجه من زول ولا دارين حاجه من زول. لو قفلنا السودان ده علينا بس بناس وطنيين، بناس وطنيين، البلد دي ما بتحتاج لحاجه من زول. خالص خالص كله عندنا. واصله ارفع المستوى، ركز كويس، اشتغل تتريس، اشتغل بعقلك، اشتغل بعقلك. تسمع رصاص في خيانات تنسحب انسحاب تكتيكي، في نيران تنسحب انسحاب تكتيكي، تعمل حسابك، تركز على دبل الاحتصامات، تعلن رئيس وزرائك سريع سريع قبل ما زول ده يعمل حاجه، صدقني قبل ما زول ده يعمل اي شيء عشان تربك الموقف، تربك الموقف والحاجه تمشي في اتجاهك، تمشي بسيادتك مش تمشي بسياده عسكريين وخانه بتاع جنجوي. كلنا اجانب، كلنا اجانب، خلوني يفتحوا الكداميل اللي لابسينها في القانون دي. اما ناس الحركات عندنا معاهم حساب مختلف. احنا كل الدنيا دي دايره تكسر عزيمتك، ما بتتكسر عزيمه الشعوب السودانيه، ما بتتكسر. احنا لا مقنعه ولا مقنعه، ما عندنا عزيمه بتتكسر. نموت كلنا في البلد دي ولا تجيب عديله للاجيال القادمه. السيسي خاب ظنك وفضحت روحك، فضحت روحك. ما عشان كده قلت لك المساله بتاعت تمريك المعلومه دي مهمه جدا. فضحت روحك تسافر في طياره خاصه، تفتكر انه لازم تسكن؟ شوف انا اوريك معلومه اساسيه انت ما عارفها في السياسه على الاطلاق، لانكم ولا عندكم مراكز ولا بتتابعوا السياسات. اليهود ديل، اليهود ديل زي ما بيقولوا السودانيين، الحبه ما بتتبلى في خشمهم، ما بتتبلى. 16 ثانيه بعد يا برهان لقيته الزول ده، 16 ثانيه نتنياهو غرد انه لاقاك، وقبلها قالوا لك سري للغايه. كمان في نهايه الامر هسه قال الدلاء الهبيل ده اخو رئيس الجنجوي مش قاعد معاهم كمان. بلد امره مستقيم، بلد امره مستقيم، ودي بتبقى من حكاوي التاريخ، تكتب في الكتب والضحك، كتب نكات من اليوم الايام بتتكتب. الشعوب السودانيه بتقدم درس جديد، درس جديد لكل العالم انه نحن واقفين وين. دروس مستمره كل صباح احنا بنقدمها. ديمقراطيه ما دارينا عليك، لانه البرلمانات في ادب التطبيع حاجه بتتخطى في ترابيزه البرلمان، والبرلمان هو اللي بيحدد. احنا ما بتسوقونا لتطبيع بالعافيه، ما في تطبيع بيتم بالعافيه يا اخوه في اسرائيل. حقوا تفهم الشعوب السودانية، الشعوب السودانية شعوب مسالمة وشعوب يعني ما عندها مشكلة معاك، ما عندها مشكلة معاك أنت. أرجو أنك تنتبه للمسألة دي وتخليها هي تحدد عبر برلمانها. ونقطونا بسكاتكم يا أخي. اتعاملوا مع الأخوان مع الخونة ذي لكن نقطوا الشعوب السودانية بسكاتكم. إحنا بنعرف نقف كيف، بنعرف نعمل حاجتنا كيف. بلاش سماح سياسي يا أخي. في قضايا عندنا احنا بنعتبرها قضايا قوميه، قضايا تطبيع دي قضيه قوميه بنفصل فيها احنا، ما بنفصل فيها عسكري ولا بنفصل فيها تعليمي. سالوه في الخاص بالجنب كده، سالوا رئيس الجنجويد قال يا اخي اسمع انت ساكت ساكت مالك ولابد مالك؟ انت بتاع الجنجويد انا كلمتك مبارك كده قلت لك اي زول بيتكلم معك بيسجل خلي بالك. قال يا اخي انت مالك بتتكلم ما بتتكلم مالك ساكت مالك في القصه دي ورايك فيها شنو كده؟ الفالح قال لهم انا ملتزم بقرارات قائد الجيش اللي هو قائدي ورئيسي وانا ما عندي صفه سياسيه اتكلم. وشوف تبي بقى يعرف يتكلم في السياسه بقى يفهم كمان. قال ما عنده صفه، قال حلو، قال رئيس الجيش حل المساله و شر البليه ما يضحك. شوف يوم الاثنين حيعلن ليك مجلس عسكري جديد
ورئيس منو؟ رئيس البرعات. ونائب منو؟ نائب رئيس الجمهورية. ويجيبوا لهم مسخ يخوتوه في البرلمان ده. وبعدك بتتم التشاورات والمشورة في تشكيل الحكومة. فانت قبل ما يعلن، اسمعوا كلامي ده، قبل ما يعلن مجلس السيادي ده الفراس وراس البرهان ده وحلمه، انت اعلن رئيس وزراءك. انا اسمي لكم زول. اعلن رئيس وزراءك من داخل معركتك، من ناسك بتاع التروس ديل ولا من الكنداكات بتاع التروس ديل. اعلنوا اعلنوا، بعدك احنا نعرف نجيب. قبل ما هو يعلن اي حاجه، عشان بعدين كان داري يتكلم، بيجي يتكلم الناس بيتكلم من مراكز قوة. إذا العالم كله ألزم يتكلم بيجي يتكلم، عندنا معنى. ندخل في كلام. سلم مذكرة إنه العسكريين ده ماذا، إنه يشوفوا الحدود دي، يشوفوا شكلاتنا، ويشوفوا قصة حلايب دي نشتكي فيها، حلايب دي ولا ندخل فيها معركة مع الناس دي. يشوف بقايا مناطق الفشكة دي ندخل فيها في حرب، ولا نلبس كلنا نمشي، ولا ندخل محاكم دولية. أمشي شوفوا شغلاتكم دي. امشوا فتش الجنجويد القاعدة، شوف السوداني منو، فتش الحركات المسلحة، شوف السوداني منو. بعدك امشي شوف شغلتك، إدارة المدنية دي خليها الشباب بتاع التروس ده بيديروا البلد دي زي الدهب، وقرش يا ما في زول بيسرقوا تاني، وبينمرق الروس ده، بينمرقوا من المحطات القاعدة فيه دي، والوعود كلها وعدوك لها وعود كاذبة، وهي بيضحوكم ذاتهم. بعد ما نهبوا نص نهب الدولة السودانية، استعدوا لإخواننا ارفعوا التصعيد، ما تصبحوا. عندنا خيار أمامنا، ما في خيار ثاني. وروني بس لو في أي زول سياسي بيفهم في السياسة دي أو بيدرك في السياسة دي وعالم وعارف في السياسة دي وفاهم إنه في مخارج أخرى، أدونا لافة ترابيزة الله يرضى عليكم، غير التصعيد. ورونا في شنو غير التصعيد ممكن يكون؟ ما في حاجة. ما عندنا حاجة فضلت لينا نحن، لأنه بيمروا فينا الرصاص لحد أمس وبكرة، وبعد بكرة حيمرون الرصاص. نرجع؟ نقول خلاص والله نازل بتقولوا نرجع؟ بلدان تحرر بملايين الشهداء، ويكفد عديد بملايين الشهداء. إذا ما مؤمن بقضية خاليها، أي زلمة مؤمن بقضية دي ينزحف منها. موقف السفير السوداني في أستراليا. في البداية لما الزول ده جاء هو زول خلطة من حزب أمه وكيزان. وحزب الأمة ذاته الناس اللي قاعدين في السلطان دي كلهم كيزان، كيزان حزبهم حزبهم كيزان، ما في فريق، ما في فريق في الموضوع ده. مشوا له الناس في كامبرا، أنا ما وسعني الفرصة إني أمشي لأنه كان عندي التزام في اليوم ده. فاتكلم بتاع حزب الأمة صلاح جلال ويتكلموا آخرين، وزول يعني شفتوا شكله كيف زول ده؟ شكله واضح إنه زول يعني ما عنده معاه قضية. ثورة ولا أي، قال لي كلام باهر كده وفي كنداكات عظيمات، قالوا لي وأنا رفعت النايف البوست. قالوا لي وقول كلام واضح من الموقف اللي حصل ده. قال طبعا الشعب السوداني عنده حق الحرية مكفول. ده يمسك وظيفته ده. وزي ما قلنا لكم احنا ما محتاجين لسفارة هنا، سفارة دي عملوا لنا فضيحة جابوها في الأخبار، يعلم الله في الأخبار، سفارة السودانية جابوها في الأخبار، الناس دي عاملين سبيدينج. مساجين العربات في 40 الكلام ده، انا قلت قبال كده جنب المدرسة السرعة بتكون 40 جنب المدارس، ده ماشي ب70 وفي شنو؟ في شرفنا نحن وعلمنا والطالب السودانية حقتنا حقت الشعوب الكنداكات الناس التروس ديل اولاد المقنعة وبنات المقنعة المضاف ديل. يا هو ده سايق العربية مش عارف بس، وعندنا غرامة 11000 وشوية وبيزيد بالمرابح ما دفعت السفارة إلى الآن. إلى الآن احنا كدولة اتمرمطت، احنا اتمرمطنا كدولة كاملة في سفارتنا جابوها فضيحة في الأخبار. أنا لو عندي شرف بلد صحيح صحيح، أنا السفارة دي بكفيلة طوالي بكفيلة. وكلمنا مريم المهزومة يعني والله، وكلمنا من قبلها كلمناه وقلنا له إن السفارة دي بكفيلة وما محتاج لنا في حاجة، احنا ما دارين سفارة هنا. رجعوا على القرشين ثلاثة دام شو عملوا بها مستشفى يا أخي، ترى بها جاش يا أخي، عرقوا بها الشباب اللي قاعدين يتجرحوا ذي يا أخي. ارفع تصعيدك ما تنزل، لأنه ما في جهة، ما في جهة. والزول السفير ده أحسن تشيلوه من هنا، أحسن الزول ده تطلعوه من هنا، ما دارين سفارين، ما دارين سفارين. أنت بتقطع الإنترنت، تعرف الإنترنت ده أحسن البروتوكولات العالمية فيها شنو؟ قريت عارف فيها شنو؟ خليني من سبب قطعك، ما السبب معروف، السبب انت ما وريت العالم ده كله قطعت النت اول عملت بها شنو؟ وهسه قطعته ليه؟ السبب معروف.
الانترنت دي حاجه مقفول زيها زي الاكسجين. ده حاجه مقفول، حاجه مقفول. الاكسجين ده بس ما بتشتري بالقروش، لكن ده بتشتري بالقروش. وحسن الاكسجين ذاته الناس هتدفع عليه قروش بطريقه باخرى، لانه هتكون في تاكس هتدفع للعربات، اللي تدفع في 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 البوليوشن التلوث والمسائل دي كلها، هيكون في تاكس مدفوعه يبقى انت دفعتها لاكسجين نقي بطريقه او اخرى. ده حق مكفول. هو بتتكلم عن انك انت زول بتصحح في مسار يا زول، انت ما عادل. شوف يا رجل الدنيوي، تهكر الشبكات، تهكر الصفحات، تعمل جيل احمر البلد ما بتحكمها، تجيب خبر الروس، تجيب اي زول البلد ما بتحكمها، ما بتحكمها. اولاد وبنات المقنعات دي ما بتحكمون انت، احسن تشوف لك محل تمشي عليها. ارفع تصعيدك، ما تهزر في المساله دي على الاطلاق، على الاطلاق. ما داري اي حاجه، الداري فاضي امشي خلوهم يفاضوا، الناس الداري فاضي انتم خليكم قاعدين في شارعكم ده. ارفع تصعيدك، سمي رئيس وزرائك مره اخرى. اترحم على ارواح شهدائنا العظام، واسال الله ان يسكنهم فسيح الجنات، واسال الله ان دماء ومعازي تكون أساس لهذه الدولة العظيمة اللي هتقعد مع العشرين قريب جدا، قريب جدا، وهتقعد في 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 مقعد دائم في الأمم المتحدة. والمسألة تحت الفيتو دي، عندي ورقة أنا قدمتها في إنه الفيتو هو قانون الغاب، لأنه استخدموه، استخدمته الدول دي لتحقيق مصالحها في تاريخ الفيتو كله. الفيتو ده من ما سنوه في تاريخه كله، ما استخدم إلا لمصالح دول محددة، وما هو استخدم الا ليخلق موازنات سياسيه بين الدول العظمى. الدول العظمى دي احنا بنبقى منها، والدول العظمى دي احنا بنصلها، والفيتو ده بنكسره ونشوف لنا نظام جديد. تشوفوه بعيد وشايفينه قريب احنا، لانه الفيتو ده قانون غاب. الفيتو قانون الغاب، بندقيه طويله ولا سلاحك النووي كبير، انت عندك فيتو. احنا بنصل الفيتو ذاته وبنكسره. قدمت فيه ورقه محترمه جدا، احترموها الناس احترام كبير جدا، في انه الفيتو قانون الغاب. كان الله ده الفيديو ده ذاته كسر. والسودانيين تشوفوهم ديل قاعدين، العظمة ديل بنعمل نقلة في العالم كله، مش نقلة في أفريقيا ولا نقلة في السودان، لأنه ده من باب أولى بالنسبة لنا إحنا. بس بلدنا دي تستغين ينتهوا منها الخونة ديل، إجوا على المقنعة وبنات مقنعة بيتقوا الله وبيحترموا الشعوب السودانية دي وبيحبوا ترابهم ده. وهذيل بالنسبة أستاذنا هادي مسايخ جاب خطوة هنا ونقطة هنا عن ود صادق المهدي، قال البرهان على حق، وما بتوقع عنه أنا أكثر منه. هنا مريم شعبية بيت المهدي وحزب في جيب أسرة، ده بتتوقع منه شنو؟ يا هو بتتوقع منه إنه يقول البرهان صح؟ ما ده كمان هسه طلع عشان يكون في حكومة البرهان الجديدة، ما هم النازل لازم يكونوا في أي حكومة، النازل لو ما دخلوا حكومة بيحصل بيموتوا والله. والله لو ما لقيتوا في حكومه الناس اللي بيحصل لهم حاجه لا سمح الله يعني. ربنا يشفيهم كلهم يا اخي، ويشفي كل الناس طلاب السلطه يا اخي، ويفتح الابواب لاولاد المقنعه وبنات المقنعه دي عشان يقودوا البلد دي بصدق وامانه، ونقعد مع العشرين. ربنا يحفظكم جميعا، وما تسمعوا كلام محبط، ما تسمعوا كلام محبط، صعد وبتحقق اهدافك، وتذكر دماء شهداء العصام. ربنا يحفظ السودانيين جميعا في كل موقع، وناسنا برا يا اخواننا تاني، ناس ليبيا ما وصلتهم القروش اللي اتفقنا، القروش ارسلوا لهم. ناس ليبيا منهكين ومتعبين، وعندنا حرائر هناك قعدات واطفال. كلكم بلا سودانيين في اي مكان يا اخي، ساعدوا الناس في ليبيا، ساعدوهم، ربنا ينصرهم، ربنا ينصركم لحد ما يستقيم بلدنا، عشان ما يكون في سوداني مزلول في محطه ثانيه. احنا ما لنا نقعد في محطات ثانيه، ما بتشبهنا، بيشبهنا بلدنا العظيم ده. ارجع له ونبنيه بكل نازل في يوراب في قاعدين، وكلهم الناس اللي وصلوا محطات كبيره حتى في البلاد دي كلهم يعلموا الله ده يشيلوا يحزموا حقائبهم ويمشوا السودان، لانه السودانيين اصيلين بيحبوا ترابهم. يستقيم الامر والله كلنا بنصبح هناك، ونصبح شنو؟ نصبح خدم، مش نصبح موظفين يا اخي، نصبح خدم للبلد اللي قدمته لنا. نرد الدين يا اخي، الدين اللي علينا نرده قبل ما نلاقي رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا، ويحفظ السودانيين، ويحميهم جميعا، وامهات الشهداء الله يرضى عليكم، ما تبعدوا منهم، خليكم قريبين لهم، الاسر دي اصلون، خليكم قريبين لهم. السلام والحضور معاهم يا شباب كنداكات، امشوا
نازل تقعدوا معاهم وبواصلهم ما تقطع منهم. البلد بيستقيم وامورهم بتستقيم والخونه دي بيقفوا في محكمه. برهان رئيس الجنجوي بتقف في المحكمه. تذكر العباره دي جيد. وما تزعجك رئيس الجنجوي دي لانه ما حغيرها، لانك رئيس الجنجوي ستظل رئيس الجنجوي حيا ميت في وجهه نظري. وتظل خونه والبرهان يظل خاين مدى الحياه. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ السودانيين في كل مكان. واشكركم يا اخواننا. وفي تلفونات كثيره ما قدرت ارد عليها لاني بكون كنت في تلفون لما الصفحه حصل لها ما حصل. كان الحمد لله صفحتين الان باك و بروه رايت رتب لنا الامور. اتمنى انه ما يصاب المساله مره اخرى، لكن انا نازل متقدمين في مساله التهكير دي، وهذا شغل بتاع دوله. ربنا يحفظكم مره اخرى ويحفظ السودانيين جميعا. وقعدوا عافية. ونحن أكيد أكيد البلد يقيف، ما يدخلك شك، ما يدخلك شك، بنهزم النازل والبلد يقيف، ما تفتح باب لأي شكوك. قعدوا طيبين وقعدوا متفائلين، وإذا إلى لغاية القادم بإذن الله. ولسه قدامنا الصباح